أسعدكم صباحا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ بمقالنا اليوم، حيث يبدو أن الأحزاب الحاكمة في العراق والكثير ممن يسمون أنفسهم ساسة والذين تسلموا السلطة بعد نيسان من عام 2003، يظن هؤلاء المتسلطون أن كل فرد عراقي مشغول بأموره الخاصة وقضاياه تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة، ويعتقد هؤلاء الساسة أن الشعب لا يراقب أعمالهم إطلاقا، وأمام هذا السواد الذي يظلل مستقبل أبنائه ووطنهم، يتصور هؤلاء الواهمون خلف أسوار الخضراء أن الشعب مشغول بسعيه ولهفه عما يفعلون، وأنه لا يتابع إطلاقا ولا يدقق في سبيل الكلام اليومي الذي يصدر عنهم، ولا يهتم أصلا كثيرا بممارساتهم ونشاطاتهم وسلوكهم الفاسد، كما يتخيلون أن الشعب لديه ما يحرص عليه في حياته اليومية أو في ممتلكاته، وبالتالي لن يحقق شيئا كما يتصورون. والحقيقة يعرضها للخطر أنهم يتخذون القرارات العشوائية والغير مدروسة من أجل استمرارهم في السلطة والاستحواذ على ثروات العراق بطرق الفساد المتنوعة التي مارسوها وبأساليب مختلفة، ولكن الشعب لا يتشيطن وسوف ينتفض عليهم قريبا. لا ينظرون إلى عامة الشعب المبتلى بالفقر والبطالة ونقص الخدمات الصحية والتربوية، إلى جانب نقص تجهيز الكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي الخدمات الأخرى. والحقيقة أن الشعب على الرغم من محاولات إذلاله وإفقاره من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وبسبب هذا الإجراء غير المدروس انخفض راتب الموظف والمتقاعد بنسبة 23% مما كان يتقاضاه وبحجج واهية. هذا الشعب يتابع ويحفظ أقوالهم ووعودهم، إنه يتابع تصريحاتهم المليئة بالمتناقضات ومحاولة منهم للضحك على الناس ويقارنها بما يفعلونه. والشعب لا يملك شيئا يحرص عليه غير الوطن بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، لا يملك القصور والعمارات والأرصدة ولا حتى رغيف الخبز، إنه على الحديدة كما يقول المثل في حالة الإفلاس، وهذه الحديدة هي الحد الفاصل بين صبره وانفجاره. جاء في صوت العراق مقال للكاتب خالد القرغلي يقول: قليلون هم الذين توقفوا عند الأرقام الصادمة التي تحصى عن عدد الشهداء في العراق الجديد نتيجة للاحتلال الأمريكي والإيراني، بينما التزم الكثير من المثقفين والسياسيين كذلك العراقيين الذين أيدوا وساندوا الغزو عام 2003 الصمت المطبقة، وكأن هؤلاء الذين قتلوا وفاق عددهم أكثر من 2 مليون مواطن عراقي ليسوا من أبناء جلدتهم، ناهيك عن كونهم بشرا عربا وكردا وتركمانا ومسلمين ومسيحيين وصابئة وشبك. هذا الرقم مرعب بكل المقاييس، لأنه يعني أن 1 من كل 20 عراقيا قد استشهد، أي ما يعادل 4% من أبناء العراق. وإذا قدرنا عدد الجرحى بأربعة أضعاف هذا الرقم على أقل تقدير طبعا، فإن الصورة تبدو مأساوية وسوداء كذلك. تخيلوا معي لو حسبت هذه الأعداد والضحايا وهذا العدد من الشعب العراقي، فربما يتهدد حتى من الشعب الأمريكي أو النسبة نفسها من الشعب البريطاني إلى ملايين. ربما ما يجري في العراق هي حرب باردة وإبادة جماعية، يقول الكاتب، تخوضها الحكومتان الأمريكية والإيرانية وبعض المتعاونين معهما من العراقيين لإفناء الشعب العراقي وتدمير بلاده وأبنائه بالكامل وتقطيع أوصالها حتى لا تقوم العراق قائمة لعدة قرون قادمة. حتى نقرب الصورة أكثر لفهم أبعادها، نذكر بأن عدد الشهداء من العراقيين من جراء هذا الغزو الأمريكي الوحشي يبلغ ضعفي نظرائهم اليابانيين الذين سقطوا ضحايا قنبلتين ناكازاكي وهيروشيما نوويتين في نهاية الحرب العالمية الثانية. الفارق يكمن في تعاطف العالم مع الضحايا اليابانيين وغياب أي تعاطف مع العراقيين حتى من قبل بعض أبناء جلدتهم من العراقيين والعرب في الحكومة العراقية والحكومات العربية، فالعراقيون وكل العرب المسلمين الآخرين
لا يعتبرون بشرا في نظر الإدارة الأمريكية الحالية، وحتى إذا اعتبروا بشرا في نظرهم فإن من درجة متدنية كثيرا بالمقارنة مع نظرائهم الأمريكيين والغربيين. لا أحد يريد في هذه الإدارة أو المتواطئين مع عدوانها خاصة من العراقيين والعرب أن يعترف بالنتائج الكارثية التي تحدث حاليا في العراق. دلونا على مقبرة جماعية واحدة مثل تلك المقبرة الجماعية التي ارتكبتها أمريكا وحلفاؤها في العراق، وبلغ ضحاياها حتى الآن أكثر من 2 مليون عراقي بريء، أو المقبرة السابقة التي ضمت رفات 1.5 مليون عراقي سقطوا نتيجة الحصار الظالم. من صحيفة الميثاق الوطني نقرأ مقالا للكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي، يقول: ويعتقد كثيرون في نفس الوقت من المتابعين والمشاهدين أن كاظم الشيرازي الحائري الذي وجه رسالة تعلن اعتزاله عن المهام الحوزوية وطلب فيها من جميع مقلديه أن يتبعوا ولي الفقيه خامنئي وفقا لما نشرته وسائل الاتصال، واعتبروا هذا القرار أو التوجيه أو الفتوى دعنا نقول بمثابة عزل لمقتدى الصدر أو سحب البساط على الأقل من تحت قدميه الذي قرر هو الآخر الاعتزال كذلك، ولكن الذي نتوقعه أن مقتدى الصدر سوف يقدم نفسه من جديد خلال الفترة القريبة القادمة المقبلة، ليس بصفته المذهبية إطلاقا بل كرجل سياسي يقود مشروع، وهذا يعني أن من يفكر بحلحلة الأزمات وإيجاد مقتربات لحلها من جماعة الإطار سيجدون أنفسهم أمام إصرار من الصدر نفسه على أن يثبت لهم بأنه اللاعب الأساسي ضدهم، بمعنى أن كرة الثلج المتدحرجة ستكبر كثيرا، ناهيك عن الجهد الذي يبذله التشرينيون الأبطال في توحيد صفوفهم وتفعيل حضورهم على الساحة العراقية ككل، كونهم أكثر اللاعبين المقبولين لدى الشعب العراقي الواعي والمثقف، علما أن ثوار تشرين الحقيقيين يعدون عدتهم الأكثر تنظيما عن سابقاتها لعمل شعبي سلمي مليوني بداية الشهر القادم، وربما سيترتب على هذا العمل الكبير والمهم نتائج أخرى مهمة. كان تدخل النظام في طهران في شؤون الداخلية للعراق وسيبقى مصدر استياء ورفض من قبل العراقيين، وتطالب الغالبية المطلقة من الشعب العراقي أن تكون العلاقات مع نظام طهران قائمة على مبدأ حسن الجوار، ويرفضون أن يكون بلدهم مسرحاً للمماحكات بين أمريكا وبريطانيا من جهة والنظام الملالي، رغم أن الجميع يعلم نوع الصلات العميقة التي تربط بين الملالي وأمريكا وبريطانيا وحكام طهران. يعلمون علم اليقين أنهم لم يكونوا ليصلوا إلى حكم الشعوب في إيران لولا الدعم الاستثنائي الأمريكي البريطاني الفرنسي. إن الشعب العراقي يناضل ويضحي من أجل استعادة وطنه، وعلى نظام طهران وأمريكا وبريطانيا وغيرهم احترام رغبة العراقيين. فنحن نريد العراق الموحد، وتكون الهوية الوطنية الموحدة هي الحل لكل المشكلات دون تدخل من أي طرف أجنبي. وفي مقالنا هذا القادم يقول الباحث الأمريكي جون بي آلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن التاريخ لا يسير على خط مستقيم ولا يرحم، وللأسف يتم نسيان ذلك، فمحرك الاحتراق الداخلي الذي كان مصدر الطاقة لسنوات كثيرة عديدة في القرن 20 سوف يختفي إلى حد كبير في القرن 21، ورغم أن مصادر إمدادات الكهرباء والطاقة في المستقبل غير معروفة ستكون طاقة الكهرباء هي السائدة في المستقبل، وقد ابتهج البعض في الولايات المتحدة لأنهم يرون أن تراجع أهمية النفط والغاز معا سوف يعني في القريب العاجل انتهاء المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكن ليس الأمر بهذه البساطة كما يتوقع الكثيرون في الحقيقة. ويضيف آلترمان في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن النفط والغاز لن يكونا سلعتين استراتيجيتين في المستقبل البعيد، لكن من المؤكد جدا أنهما سلعتان استراتيجيتان الآن ومهمتان، حيث يربك غزو روسيا لأوكرانيا أسواق الطاقة العالمية ويهدد إمدادات التدفئة في أوروبا في الشتاء القادم. ومع ذلك فإن هذه ليست أزمة قصيرة الأمد، فالصين ترى
اعتمادها على الشرق الأوسط نقطة ضعف دائمة، فهي لا تفتقر إطلاقا فقط للقوة العسكرية لحماية مصالحها هناك، لكنها تخشى أيضا من قيام الولايات المتحدة بسرعة بمنع وصول طاقة الشرق الأوسط إليها في حالة حدوث صراع. يمكن أن يقول البعض أن أي ارتفاع في الأسعار يعتبر مكسبا على المدى الطويل، لأنه سيجعل أنواع الوقود البديلة أكثر تنافسية، ولكن قبل أن يحدث ذلك سوف يرغم اهتمام العالم على العودة للاتجاه نحو الشرق الأوسط، حيث بمقدور شركات الإنتاج المملوكة للدولة الاستثمار في هذا المجال، وحيث إن لديها اهتمام كبير استراتيجي بمدى أجل حصر النفط، ذلك بتخفيض الأسعار بما يكفي لإبطاء اللجوء للبدائل. ومع ذلك هناك اندفاع في الولايات المتحدة للخروج من الشرق الأوسط، مع تزايد الحديث عن تنافس دائم مع الصين، ومع قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن تصرفات الصين في منطقة المحيط الهادئ، يبدو الشرق الأوسط كمعركة الأمس، فقد عادت مرة أخرى معركة لا حرب بسبب النفط التي أثيرت قبل 20 عاما، وانضم إليها الآن دعاة الحفاظ على البيئة. يرى الدكتور سيمون سيرفاتي أستاذ العلاقات الخارجية بجامعة أولد دومينوين الأمريكية أنه من المؤكد أن روسيا ستكون الخاسر الرئيسي في الحرب ضد أوكرانيا، بغض النظر عما سيحدث بعد ذلك ليس مهما كما يقول، ولكن الحاجة الماسة إلى التواصل مع روسيا أيضا هو أمر ليس أقل تأكيدا. ويقول سيرفاتي الرئيس الفخري لكرسي زي بي جي نيو بيرجينسكي في الجيو استراتيجية والأمن العالمي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير نشرته مجلة ناشونال انترست الأمريكية، يقول إن الوضع الحالي يتسع ويتسم الغموض فيما يتعلق بما ينبغي عمله أو توقعه. ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً تعتبر الديمقراطية الأمريكية في خطر، وفي الخارج هناك حرب مأساوية تشهدها أوكرانيا ولا يعرف أحد ما سيحدث في المستقبل. فحرب أوكرانيا لا يمكن لأي من الطرفين الانتصار فيها، ولكنهما يرفضان إنهاءها. بالنسبة لأولئك الذين يستبعدون تلميحات نووية، يجب أن يدركوا أن بوتين ليس نيكيتا خروشوف، والمعروف عن بوتين يوضح أنه قد يختار أسوأ الخيارات السيئة المتاحة رغم تحذيرات بايدن التي كان الهدف منها ردعه. كما تساءل سيرفاتي قائلا: إذن ألم يحن الوقت للتفكير في الطريق الذي نسير فيه جميعا، وأن نستخدم المكابح قبل فوات الأوان؟ إن إهانة بوتين بأسوأ الألفاظ انتظارا لاستسلامه غير المشروط عن كل شبر من أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم ليست استراتيجية لتحقيق الانتصار، وتوقع مغادرته لأوكرانيا خالي الوفاض ومدلولا اعتقاد كاذب. وأكد سيرفاتي الحاجة إلى إعادة التواصل مع موسكو لوقف القتال، وأنه يتعين تذكر الرئيس جون كينيدي بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وما سيحدث لبوتين في المستقبل أصبح أكثر وضوحا الآن رغم معدل شعبيته التي ما زالت مرتفعة بطريقة مذهلة. وينبغي تذكر أن أفول نجم خروشوف بعد فشله في أزمة الكاريبي حدث بعد نحو عامين من الحدث نفسه، والأمر مجرد وقت قبل أن ينتهي الأمر بالنسبة لبوتين أيضا. متابع ممتع مع الكاريكاتير. وفي خبرنا اليوم، افتتح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الأحد معرضا للصور حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.
واستعرض المشاركون صورا لصحفيين أصيبوا برصاص إسرائيلي خلال تغطيتهم لأحداث مختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس ومباني دمرتها الحروب الإسرائيلية على القطاع، وكانت تضم مكاتب لمؤسسات إعلامية. وقال محمود الفرا مدير العلاقات العامة في المكتب الإعلامي لكل صورة في هذا المعرض حكاية وحكاية معاناة عايشها الصحفي بعدما أصبح هدفا مباشرا لآلة الحرب الإسرائيلية. وأضاف للأناضول قائلا: يتعرض الصحفيون لانتهاكات مختلفة من القتل والاعتقال والتعذيب والتهديد والإصابة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مستمر وممنهج. وأوضح أن المعرض يرسل رسالة واضحة للعالم برمته حول أبرز الانتهاكات المرتكبة بحق قطاع الإعلام من قصف للمنشآت الصحفية واستهداف مباشر للإعلاميين. وفي خبرنا الآخر، ضرب إعصار فيونا ساحل كندا الأطلسي مخلفا وراءه الكثير من الدمار، فيما انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص، ما دفع جزيرة كيب بريتون إلى إعلان حالة الطوارئ، كما تم إغلاق الطرق بسبب تساقط الأشجار، وكان الكثير منها بدون كهرباء، وكذلك تم تحذير السكان من الاحتماء في منازلهم في كيب بريتون، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 132 ألف نسمة قبالة الساحل الشرقي للبلاد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 82 ألفا بقوا دون كهرباء، وفي وقت مبكر جدا تم سحب الطواقم التي كانت تحاول إصلاح خطوط الكهرباء من الطرق حتى تتحسن الظروف. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. صابت في حلب، وكانت قصة الإصابة إنه كنت جالس البيت بيوم من الأيام وفجأة أغمي علي، نزل برميل يعني، ما لقيت حالي إلا مغمى علي وبالأرض متشطح يعني. بصحى مرة تانية وبلاقي نفسي بالمشفى والدكتور فوق راسي وبيقول لي الله عوض عليك إن شاء الله ورجليك راحوا، بما إنه أسرتي كبيرة 11 نفس وأنا المسؤول عنهم والظروف المادية صعبة. دورت على شغل بالمعامل والورش والأماكن اللي ممكن تستقبل مثل حالتي يعني، لكن ما حدا استقبلني. وبتذكر يعني شخص من الاشخاص قال لي انه يعني ما حد يستقبلك بالمعمل بما انه انت معاق ولازم الواحد يكون عنده رجلين يعني. فانجرحت كثير بهالكلمه صراحه وبكيت كثير ورجعت على البيت، ضليت يمكن فتره اسبوع كامل ما اطلع من البيت، ورغم الضغوط يعني ضغوطات ماديه وضغوطات نفسيه كبيره علي. فمن هاي الضغوطات انولدت فكره الشيف المعاق. قلت بما انه انا خبرتي طيبه بالطبخ ومن زمان بطبخ وهوايتي الطبخ، ليش ما بقدم محتوى على اليوتيوب بالطبخات اللي يعني اللي بعرفها، وبنفس الوقت بجيب محتوى وبرجع عليه ورد مادي. بعدها انشات قناه يوتيوب ونزلت عشان اجهز استوديو اصور فيه، بما انه انا ساكن براس جبل فبدات كان كله صخور هون بالمكان. حفرت الصخر، ضليت مده شهر او شهر وعشر ايام تقريبا بالاراضي اشيل شهر وحجر واحفر بالازمه والكريك يعني. انا واسرتي لحتى ايش نظفنا الشقفه كلها، ونزلت على سوق الحطب جبت شويه حطب قصيته، ولوكيشن بسيط جدا يعني شغل اهل الريف واهل القريه، وما كلفني شيء يعني ماده بسيطه يعني.
تعرضت لانتقادات كثير مشان موضوع اسم القناه، يعني الشيف المعاق ليش ما سميتها الشيف المتفائل او الشيف ذو الهمم او من هالحكي هذا. فقلت لهم صراحه اسم القناه اجى من لما قال لي الشخص انه انت معاق، فحبيت اثبت للعالم كله انه المعاق ممكن ينجز وممكن يبدع وممكن يوصل للعالميه، يعني مو شرط تقطع اطرافك او شيء خلص يعني انتهت الحياه بالنسبه لك. طموحي انشئ سلسله مطاعم الشيف المعاق بالايام واشغل فيها حصرا طبعا ناس معاقين، عشان ما يجي واحد بالايام ويقول له انه انت معاق وما فيني شغلك، ما بدي اياهم يعدوا بنفس الظروف اللي انا عديت فيها. شكرا للمتابعه والى اللقاء.